مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حصة عين على الحدث. اليوم سنسلط الضوء على القضايا النائمة التي حركها الحراك مؤخرا، حيث تم فتح التحقيقات في عديد من القطاعات: الثقافة، الموارد المائية والعقار. طبعا سنسلط الضوء على هذه القضايا بحضور المحلل السياسي الأستاذ جمال شرفي. أهلا بك سيدي، وشكرا على تلبية الدعوة. عين على الحدث، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا. مشاهدينا الكرام، قبل أن نفتح النقاش في هذا الموضوع، لدينا تقرير للزميل بلال يوسف نتابعه ثم نعود كي نفتح النقاش. حالة استنفار في الضبطية القضائية بعديد الولايات، توقيفات، إنهاء مهام، تحقيقات قضائية لعديد المدراء ورؤساء البلديات بعد ضلوعهم في قضايا فساد، نهب المال العام وتبديد الأموال العمومية، التزوير واستعمال المزور، نهب العقار وفساد قطاع الأشغال العمومية، وكذا اكتساح الأراضي الفلاحية، تهم تلاحق بعض المنتخبين المحليين. ولعل أبرز القضايا التي فتحتها الضبطية القضائية كانت بولاية سطيف في 14 قضية فساد مست 7 بلديات تتعلق بصفقات مشبوهة، تبديد المال العام والمتورط فيها، مسؤولون ورؤساء بلديات، أبرزها بلدية سطيف، العلمة، وعين زال. ولم تختلف ولاية تيموشنت عن ولاية سطيف، بلديات تغرق في الفساد ومباشرة تحقيقات من الجهات الأمنية بخصوص ملفات الفساد التي نخرت عددا من المجالس الشعبية البلدية بولاية تيموشنت، كتسيير مشاريع الجزائر البيضاء عبر كل من بلدية شنتوف وحمام بحجر وبني صاف وتيموشنت. ولايات وهران، تبسة، سوق هراس ومسيلة هي الأخرى فتحت الجهات الأمنية بخصوصها تحقيقات حول عقد صفقات مشبوهة وتبديد الملايير في مشاريع وهمية. هو واقع وفساد نخر الاقتصاد الوطني وعلى تسيير عشريات كاملة اتضح أنها كانت السبب في نهب المال العام الذي أدخل البلاد في أزمة اقتصادية ما زالت لم تنتهي منذ أكثر من 4 سنوات. هو واقع وفساد نخر الاقتصاد الوطني وعر تسيير عشريات كاملة اتضح أنها كانت السبب في نهب المال العام الذي أدخل البلاد في أزمة اقتصادية ما زالت لم تنتهي منذ أكثر من 4 سنوات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. إذا كما قلنا، عين على الحدث ستسلط الضوء على هذه الحركة، الحركة أو لنقل أن النيابة العامة في مختلف المجالس القضائية بعدد من ولايات الوطن فتحت قضايا أو قضايا فساد كانت قديمة أو لنقل كانت نائمة، وتشمل طبعا قطاعات الثقافة، الموارد المائية والعقار أيضا. وفتح كما قلت وكلاء الجمهورية في هذا الصدد تحقيقات قضائية يتم بموجبها طبعا استماع لوزراء ومدراء تنفيذيين وبرلمانيين. يعني استاذ جمال شرفي، كيف تقرا هذا؟ يعني عجله العداله تحركت ولائيا، كنا نسمع الان على القضاء الان في العاصمه حرك مجموعه من قضايا فساد، كان هناك وزراء، والان عجله العداله تحركت ولائيا. قبل ان اجيبك على هذا السؤال الاخت سيلا، انا اقول بانه تعريف الفساد الآن، الفساد استشرى، هو الفساد ليس فقط حقيقة ليس على مستوى مركزي، لكن هو الفساد أيضا على مستوى محلي. الفساد يمس أيضا 1541 بلدية، يمس 48 ولاية، يمسها في أشخاصها الطبيعيين وأشخاصها المعنويين، سواء كانت مع مقاولة، سواء كانت في ضمن هذا القطاع الواسع من المشاريع، لأنه توزيع الريع بعد ذلك لما كانت توزع الميزانيات على مستوى الولايات كانت بطريقة حقيقة، يعني القاسي والداني كان يعلم بأن كان هناك فساد. الناس كيف كانت تحصل على الصفقات، الناس كيف كانت تحصل على ما يسمى بالمشاريع. كان قبل ذلك كانت حتى أيام ما أسميه بالحكم البوتفليقي كانت هذا الأمر كان واضحا للعيان، والدليل على ذلك أنه حتى على مستوى ولم تتحرك العدالة لكنها تتحرك الآن. يعني هل تعتقد أنه الحراك هو الذي حررها كما حرر باقي القطاعات؟ بطبيعة الحال في بعض الأحيان فيما سبق كانت قضايا تمس الفساد كانت تحفظ، العدالة اللي كانت تمشي بالتليفون كما كان يسبق، أو كما كان أيضا وصفتها أيضا نقابة القضاة فيما سبق، كان القضية التي
تريد أن تأخذ المنحة أو تأخذ مسار العدالة، تأخذ القضية التي يجب أن تحفظ، كانت تحفظ يعني بزرة كبس أو برنة تليفون. هذا الأمر أنه جاء الحراك لما طالب أيضا بمحاربة الفساد. حقيقة الفساد هو هرمي، يعني الفساد هو مركزي، يعني يبدأ برأس بعد ذلك يذهب يستشري حتى نصل إلى القاعدة. الآن بعد ذلك لما شهدنا أنه الكثير من الأسماء التي لم يرد على خاطر البال في يوم من الأيام أو فكر البشر أنها ستكون في غيابات السجون، نعم. هذا الأمر وزجها، هذا الأمر الذي جعل في وقت من الأوقات حتى الحراك، حتى الشعب، عموم الشعب يشكك في ذلك. الآن بدأت مطالب أخرى، لأنه على مستوى محلي الحراك دائما نقول ليس العاصمة، الحراك هو 48 ولاية، هو كما أيضا مست عملية التطهير أو عملية بداية محاربة الفساد للمستوى المركزي في الجزائر العاصمة. القضايا الكبرى الآن مع الإشارة بأنه حتى القضايا أيضا كما ورد في الفيتيار ليس فقط العشر سنوات الأخيرة، لأنه الفساد مستشري يعني 20 سنة بطبيعة الحال، والدليل على ذلك أنه النيابة العامة الآن هي تدرس إعادة فتح ملف الخليفة. ملف الخليفة هو أيضا قبل 20 سنة، ملف سوناطراك 1 سوناطراك 2، الملفات يعني التي أرقت والتي أحدثت والتي أيضا جعلت أيضا كان لها تأثير على المستوى المحلي أيضا، تحدث عن الفساد على المستوى الوطني والآن فساد على المستوى المحلي، يعني العديد من القضايا. المستوى المحلي، الدليل على ذلك أن المستوى المحلي حتى خلال نظام بوتفليقة، يعني خلال الأربع خمس سنوات الأخيرة هناك أكثر من 200 بشهادة وزارة العدل، وزير العدل السابق اللي قال أيضا بأن هناك رؤساء بلديات أكثر من 200 رئيس بلدية من ضمنهم أكثر من ثلثهم، حتى أصبح رئيس بلدية رديف للفساد، يعني لا يمكن أن نتصور رئيس بلدية دون أن يكون مفسد حتى. أنت تعرفي وأنا أعرف والمواطن يعرف أنه الانتخابات كيف كانت تجري، سواء انتخابات تشريعية أو انتخابات بلدية، في وقت من الأوقات جاء المصطلح الشكارة أو ما يسمى عند العامة، من يريد أن يترأس قائمة انتخابية معينة ليست بالكفاءة، وليس لأنه إنسان لديه سمعة طيبة لدى جمهوره أو لدى بلديته. الإنسان اللي يدفع الشكارة الكبيرة أو يدفع المال الأكثر هو من يتصدر تلك القوائم أي كان ماضيه أسودا، نعم. أو هذا الأمر اللي يجعل بأنه من يخطب منصب رئيس البلدية أو يخطب منصب المسؤولية عادة كان لغايات هي أو ما يسمى نتيجتها أنه يريد التحصيل المال العام، نفعية بالدرجة الأولى، مصالح شخصية ضيقة. أعود إليك أستاذ جمال شرفي لأنه يلتحق نربط الاتصال مع مراسلنا بولاية المسيلة عبد الحليم بلال. عبد الحليم أهلا بك، على ضوء نقاشنا اليوم حول الفساد المحلي، طبعا المسيلة الذي أعرف أنه هي الأخرى عانت من هذا الفساد، وقد تمت إحالة عدة ملفات على النائب العام لدى مجلس قضاء الولاية بخصوص مشاريع في قطاع الموارد المالية وغيرها. طبعا هل يمكن أن تعدد لنا هذه القضايا التي حركت بعد الحراك؟ صباح الخير زميلتي وسيلة. بالفعل ولاية المسيلة كانت السباقة في فتح العديد من الملفات منذ تنصيب والي الولاية سيد أوشان إبراهيم في 30 جانفي من السنة الجارية، نعم. حيث أخذ على عاتقه فتح العديد من الملفات قبل الحراك الوطني. أول الملفات اللي أخذها على عاتقه كانت تمثل في تطهير العقار بالعقار الفلاحي والصناعي وملف الاستثمار. هذا الأخير أن وقفنا على عينات كثيرة، حيث تم توقيف رخص بناء لـ 12 مستثمرا استحوذوا على أراضي دون تجسيد مشاريعهم، ووجهت 5 إعذارات لمستثمرين آخرين، كما تم سحب رخصة البناء من طرف رجل الأعمال المعروف علي حداد على مستوى حي 276 مسكنا بالمسيلة، حيث كان من المزمع أن ينجز محطة جهوية تلفزية، لكن المشروع لم يجسد منذ تاريخ 2013.
كما قامت ذات الجهة بفتح ملف موارد المائية، حيث تم توجيه ملف ثقيل على مستوى النيابة العامة لفتح التحقيق بالفعل لكشف العديد من قضايا الفساد لهذا القطاع الحساس. كما تم توجيه كذلك 274 ملفا، منها 247 ملفا من لمدينة المسيلة وحدها يتعلق بملفات السكن الاجتماعي. عبد الحليم، ما هي التهم التي وجهت لهؤلاء المتابعين في كل هذه الملفات يعني التي عددتها قبل قليل؟ الموارد المائية طبعا تلاعب بالصفقات العمومية وعدم اتباع القانون المعمول به حاليا. أما ملفات السكن فالمستفيدون تلاعبوا بوثائق الملفات حيث تم العثور على رجال أعمال وتجار كبار ومسيري الحال ومنهم حتى سجناء مشبوهين موقوفين قضائيا يعني تحصل موقوفين قضائيا تم إدراجهم ضمن قائمة السكن. كذلك الملف الأهم اللي كان من المحظورات ولا يجب التكلم عليه كان الوالي هذا أوشان السيد أوشان إبراهيم سباق لفتحه يتعلق بملف المرامل، المرامل اللي معروفة بها ولاية الملف فيها. المسكوت عنه منذ القديم يعني نعم يثير الكثير من الحبر هنا، حيث تم غلق لحد الساعة 7 مرامل نهائيا وتم حجز عتادها لعدم احترام دفتر الشروط والإحداثيات وكذلك التلاعب بالمساحات المخصصة لتلك المرامل. الزميل عبد الحليم بلال، شكرا على هذه الإحاطة. شكرا. إذن كان هذا المراسلنا من ولاية المسيلة عبد الحليم بلال عدد العديد من القضايا شائكة تتعلق بالعقار، تتعلق بالمرامل والموارد المالية. بالنسبة للمتهمين، رجال الأعمال المتهمين في هذه المسألة، هل يمكن أن تضعنا في الصورة سيد جمال شوفي؟ أنا أقول دائما بأنه نرجع لواحد المقولة قلتها عندها أكثر من 4-5 سنوات وصرت العديد من المشاكل. دائما نقول بأنه الجزائر بلد غير غني وشعب فقير، لأنه تم حصر الثروة أو الحصول على امتياز الثروة دائما في مجموعة أو في ثلة من الأشخاص، هم من يستفيدون في كل ولايات. هذا الأمر اللي يجعل أيضا أنه الكثير من رجال الأعمال يعني يتحصلوا على امتيازات عقارية وامتيازات أيضا لصفقة عمومية على مستوى كل الولايات، ثم نفس الأشخاص ونفس الأسماء. استسمحك أستاذ جمال شرفي، يلتحق بنا الآن الحقوقي والمحامي كريم منى. أهلا بك، صباح الخير أستاذ. شكرا، السلام عليكم. لا، فلهذا أقول بأنه أكمل وأقول بأنه الموضوع عين ما نجد المال العام عادة وما نلقاش المراقبة بعده. لا. ونجد الأشخاص الغير أكفاء، يعني لا توجد كفاءة تسيير سواء على مستوى محلي، على مستوى أيضا على مستوى الولاية، الولاد شخصيا على مستوى لجان تلك الصفقات، لأنه لم يراعى حسب مراسلكم الفيتيار بأنه أو المكالمة الهاتفية اللي قال بأنه ونفس هي نفس كما يقول لك نفس الملاحظات مأخوذة على 48 ولاية، عدم الشفافية في إسناد الصفقات، لأنه الصفقات حتى أنه هذه القضايا كما قال مراسلنا الآن أنها حركت قبل الحراك أيضا، ولكن تم التغاضي عنها والسكوت عنها، لكن الآن تحررت وتم الحديث عنها. ملف واحد برك الأخت وسيلة، أنا أقول لك بغض النظر على الصفقات العمومية، بغض النظر على المشاريع، بغض النظر على هذا التمديد، ملف العقار فقط في الجزائر يعني كإشكال بين العقار السياحي، بين العقار الفلاحي، بين العقار العمراني، هذا وحده فقط عبارة عن إشكالية زجت بالكثير، وكانت مافيا العقار ما أسميها بمافيا العقار التي تحكمت في مفاصيل هذه الأمة أو في هذه الدولة على المستوى المحلي، على المستوى 1540 بلدية، على مستوى أيضا مركزي، على مستوى كل الولايات حتى العقار الصناعي. هذا الأمر اللي يجعل هذا الملف الذي لم تستطع تسييره أي من الحكومات، ودائما تتغلب عليه ما يسمى بمافيا العقار، الامتيازات هذه اللي أخذتها ثلة من الناس على حساب هذا الشعب. نعم، أعطيك الكلمة أستاذ كريم مونة. تعرف أنه الآن الموضوع حول قضايا الفساد وعجلة العدلة تتحرك ولائيا، وشهدنا أنه الآن الكثير من القضايا حركت على مستوى الولايات. كمحامي، قراءتك لهذه الحركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أنا شخصيا ثمن ما يجري يعني من مكافحة الفساد، يعني نشوفوا عدة ولايات كولاية البيض، تبسة، سطيف،
يعني خارج يعني الجزائر العاصمة، يعني رغم أنه بعض يعني ما سلطوش الضوء على ما يجري يعني من تحقيقات يعني الآن التركيز على الجزائر العاصمة، المحكمة العليا، محكمة سيدي محمد. التركيز كله راهو هنا، محكمة شراقة فيما يخص أحفاد وأبناء ولد عباس، يعني ما كانش تركيز. بعض الولات يعني استدعيوا للتحقيق يعني في ولاية واحد أخرين وين دخلوا وخرجوا لا حدث، يعني ما تناولتهاش وسائل الإعلام. صحيح. لكن لازم نثمنوا هذه الأمور، لازم أيضا نشجعوا الناس باش اللي عندهم ملفات الفساد يقدموها للعدالة، وفي نفس الوقت نطالب باش تكون ضمانات لهذو أصحاب الملفات على الفساد، باش إذا قدموهم من غدوة ما يكونش عليهم ضغوطات ولا أي شيء من هذا القبيل. وعليه يعني احنا نشوفوا يعني اذا حبينا نروحوا الى ارساء دوله القانون في ظل الشرعيه القانونيه، لازم نكافحوا الفساد، يعني نكافحوه يعني من جذوره، يعني ما لازمش نستثني حتى واحد، ونطالبوا يعني نعاود نكرر اللي عندهم ملفات فساد لازم يتقدموا العداله باش هل تعتقد ان مساله تحريك هذه القضايا في هذا الوقت يعني كافيه؟ هل لدينا منظومه قانونيه كافيه لتحريك هذا النوع من القضايا في هذا الوقت، خاصه اننا نشهد الكثير من القضايا الان؟ كان مراسلنا المسيله تحدث باسهاب عن عدد لا يحصى لها من القضايا تتعلق بالعقار وتتعلق ايضا بالمرامل وتتعلق ايضا بالموارد المائيه. يعني أنا نحن يعني لا حد بعيد، يعني إحنا دولة قانون، عندنا ترسانة قانونية كبيرة، يعني ربما كانت في السنوات يعني الفائتة يعني ربما ما كانش تفعل هذه الترسانة القانونية. إحنا لازم نفعلوا الترسانة القانونية اللي راهي موجودة، القوانين كاينة. نعم. يعني ما هوش نقص تاع قانون اللي باش ما المشكل إحنا في الجزائر إنه القانون ما كانش يطبق، لكن الآن لازم يطبق بهذه الوتيرة هذه ونبقاو على هذه الوتيرة هذه، لازم هذا هو الصح. فيما يخص العقار، يعني البلديات راهي غارقة في الفساد، يعني عقار كان يمد لمن هب ودب، كان يعطى بأوامر بالتليفون، كان يعني هنا فنشوفوا احنا العقارات مثلا بلدية شراقة العقار تاعها كاع راح، البلدية هنا في على مستوى 57 بلدية على مستوى ولاية الجزائر فقط، بكي نتكلموا على العاصمة العقار تم استنزاف العقار، استنزف العقار. نعم. بلا ما نهضروا حتى في الجنوب، يعني الناس ولات تدي يعني بالإحداثيات ماشي تدي بالمساحة، بقوة يعني مساحات شاسعة وكبيرة، يعني واحد كي يسمع هذه المعطيات هذه يعني صدمة. صحيح. الناس ولا تاني نقول تدي بالإحداثيات، ما يشتدي يحدها شمالا أو بالدرجات، يعني بالإحداثيات من قوة يعني القطع هذيك الأرض يعني شاسعة كبيرة بزاف، ما يقدروش يعني يحطوش حل المساحة تاعها. إذا لازم هذه الأمور هذه لازم استرجع هذو العقارات هذوما، استرجع هذه الأراضي التي أعطت بدون وجه حق، لأنها في الأخير هذه راهي داخله في كما يقولوا مكتسبات الشعب، اموال الشعب، استرجاع اموال الشعب، هذا هو ثاني الاهم يعني ايضا. وآلية قانونية، هل هناك آلية قانونية واضحة في هذا المجال يعني يمكن ان نسترجع هذا العقار المستنزف من على في 48 ولاية؟ هل هناك إمكانية؟ كاين إمكانيات، وكما سبق وين في احدى الحصص هنا في قناة نوميديا وفي عبر عدة قنوات وين قلت لازم الحجز التحفظي على هذو الناس لهم يتابعوا فيهم، من بعد هذه العقارات هذه نقدروا يعني العدالة الجزائر تقدر تسترجعها. حنا دوكا هما دوكا امام العدالة بصفة مشتبه فيهم، متهمين لم يعني يتم إدانتهم بصفة نهائية، لكن بمجرد الإدانة بصفة نهائية يعني استرجاع كل الأموال التي أخذت بغير حق. أيضا فيما يخص هذه العقارات ما نستناوش حتى تكون قرارات قضائية، لأنه واضح أن واحد ليدي أراضي شاسعة كما هذه بأي وجه حق ديت هذه الأراضي الشاسعة هذه. نعم. نتكلموا على أراضي شاسعة، ما نش تكلموا على أرض تاع 200 متر كاري ولا 400 متر كاري، راهي يعني مساحات هكتارات. هذه العدالة احنا نلتمسوا من هذا المنبر، نلتمسوا من العدالة الجزائرية تتحرك. بمناسبة الحديث أستاذ كريم مونة على الهكتارات، يعني يجري تحقيق أيضا تبديد الأراضي العامة، لما نتحدث أيضا بمنطقة تليمسان عقار يتجاوز 70 ألف
متر يعني مربع، يعني عندنا نحن أمام أراضي شاسعة، أراضي زراعية تم انتهاكها وتم البناء عليها يعني فيلات وغيرها بدون ربما بدون العودة إلى ربما في هذه النقطة، لأنك تحدثت قبل قليل أستاذ جمال شرفي حول قضية المتعلقة بالعقار ومافيا العقار. هل تعتقد أن الآليات القانونية كافية مثلا لتأميم كل هذه الأراضي المهدورة؟ أنا أقول بأنه ترسمت المنظومة القانونية والأستاذ المحامي موجود بأنه أنا حتى بشهادة أهل القانونيين قالوا في وقت من الأوقات أنه النظام البائس هذا والنظام البائد قام بحياك القوانين على مقاس، والدليل على ذلك أنه في قضية من القضيات في واحد من الأوقات الخليفة بعدما تم تبديد وسرقة 18 مليار دولار يعني تم غلق القضية والسكوت عليها يعني. لا لا لا، حتى الحكم كان في حدود 10 سنوات وهو ذلك الحد الأقصى، يعني هذه جنحة ما هيش جناية. واللي يسرق مئات الآلاف من الملايير يحكموا بنفس القانون وعنده إجراء لأنه مثقف ذلك القانون، لأنه في وقت من الأوقات تلك هي الجرائم الاقتصادية. هذا الأمر اللي يجعل بأنه إعادة مراجعة ذلك القانون. حتى نقابة القضاة حتى المحامين أيضا طالبوا بأنه يعني يجب أن نزن الناس بموازينها، يعني القضية بين الجنح بين الجنايات في القضايا المهمة يجب أن نراجع كل تلك المنظومة. زيادة على ذلك أنا أقول بأنه الملف المؤرق كما قال أيضا الأستاذ، وقال بأنه الملف العقاري لأنه الجزائر عقارنا تم نهبه بطريقة خيالية أو ما أسميهم أنا العقاقير الأربعة، سواء العقار السياحي سواء العقار الفلاحي سواء هذا العقار الصناعي أو العقار المبني. على سبيل المثال للحصر العقار الفلاحي، كما يقال بأنه رجل أعمال استفاد من 50,000 هكتار مثلا في بريزينا في ولاية البيض. هذا الأمر وسكان البيض سكان بريزينا الذين يعانون الفقر ويعانون التهميش وهم فلاحين أبناء تلك المنطقة لم يستفاد شبابها ب10 هكتارات، لو تم توزيعها على ذلك الشباب وعطولهم الإمكانيات على الأقل كانت فلاحة. رجل الأعمال هذا الذي لم يزر منذ ذلك التاريخ لمدة أكثر من 4 سنوات تلك الأرض بعد إمضاء عقد الامتياز، هذا الأمر يدل على أيضا وهناك أضرار، هناك المنيعة، هناك أيضا ولاية غردايا، هناك الولايات الهضاب العليا عبارة عن خزان كبير من تلك الأوعية العقارية الاحتياطات العقارية التي تم استنزافها بطريقة تكاد تكون أكثر من خيالية. أنا أيضا والي من الولايات اللي قاموا أيضا بتوزيع الاحتياطات العقارية لمناطق التوسع السياحي أيضا على مستوى الولايات، وحنا نقول بأنه عندنا أكبر شريط ساحلي ب 1400 كيلومتر، لكن نفتقر إلى فندق واحد فقط بمعايير عالمية، ونسأل لماذا الناس تروح لتونس ولا تروح الولايات أخرى. الآن أخذت الناس مئات الهكتارات لسواحل خاصة بعد ذلك يقوموا بتأجيرها، يعني نعم. تأجيرها، هذا الأمر اللي يجعل بأنه العقارات ذهبت إلى غير مستحقيها، الناس تأخذ ذلك الامتياز بعد ذلك يتم تمليكهم دون إنجاز المشروع، وهذا أيضا أمر مخالف للتشريع لأنه يقول لك التمليك يعطى عقد الامتياز بعد إنجاز المشروع ب3 سنوات تأخذ التمليك، الإنسان يأخذ ورقة بعد ذلك يأخذ التمليك على شيء لم ينجزه، بعد ذلك يخرج بالدينار الرمزي يروح للسوق الموازيه يبيعها بالاف الملايير. هذا هو كيف الناس كيف صارت عمليه الغناء الفاحش الكثير من الناس. صحيح استاذ جمال شرفي، بما انك فتحت ملف الهضاب العليا التحق بنا مراسل ولايه سطيف الزميل حفيظ بوزيدي. حفيظ صباح الخير، اذا النقاش حول هذه القضايا التي حركت على مستوى الولايات، وأعتقد أن سطيف أيضا لها الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد التي تم تحريكها مؤخرا، يعني هل يمكن أن تضعنا في صورة هذه القضايا الموجودة على مستوى العدالة؟ نعم، صباح الخير زميلتي ولكل مشاهدي قناة الميديا. بالطبع يعني سيف العدالة هو الآن بسطيف، في الأيام القليلة الماضية أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء سطيف بيانا يعني تعلم فيه الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد كبيرة، حيث تم إحالة 7 منهم على جهات يعني تحقيق والتي تخص رؤساء مجالس شعبية بلدية ومن حتى المدراء التنفيذيين السابقين والحاليين وكذلك ولاة، يعني وهناك يعني تحقيقات أخرى لا تزال في طور التحقيق من طرف مصالح الضبطية القضائية وتحت إشراف وكلاء الجمهورية كل حسب اختصاصه الإقليمي على يعني مستوى ولاية سطيف.
التحقيقات يعني تطال يعني عقارات يعني كبيره وهم على مستوى ولايه الصيف. مدراء تنفيذيين وولات ايضا، تحدثت قبل قليل نعم. قبل عن ولات لكنهم استفادوا من الامتياز القضائي يتعلق نعم. بمحمد دربالي وناصر معسكري ايضا نعم. نعم. اذا بالنسبه هناك العديد من القضايا زميلي حفيظ بوزيدي تم فتحها في ولايه سطيف وهي قضايا نائمه، وتعليقا على ذلك الاستاذ كريم منى نعم. يعني لدينا الكثير من القضايا تتعلق بالعقار، تتعلق بمختلف الموارد المائيه. انا حبيت فقط اريد ان اربط ما قاله الاستاذ جمال شرفي قبل قليل حول مساله جنحه وجنايه، هل تعتقد انه قانون الفساد فيه ثغرات خلت أن هذا الفساد يمكن أن يستشري بشكل كبير في مختلف ولايات الوطن؟ كما سبق وصرحنا يعني وهذا اتفاق يعني النقطة دي اتفق فيها جميع الحقوقيين وجميع يعني اللي راهم ينتسبون للحق القانوني، نشوفوا بلي قانون الفساد هذا ما جاش يردع الفاسدين وإنما جاء ليشجع الفاسدين، وعليه حنا هذا لازم يكون محل مراجعة هذا القانون ونكيفوا هذوما يعني الجرائم تاع الفساد تولي جناية كما نعم. كانت من قبل يعني على حساب ولات كما كاع الناس دوكا معلومة، واحد اللي يسرق مليون ولا يختلس الملايير المليارة، يعني ما نهضروش على مليار ولا زوج ولا ثلاثة، الملايير المليارة يعني في جنحة ويلقى نفس العقاب تاع واحد. يعني هناك ثغرات أستاذ كريم منى في هذا حتى في باب المنطق ما يتقبلوش العقل، هذه القوانين دوك حنايا ماهيش وقتها باش وما كانش كيفاش الآن تعدل، الآن مشيو باش عندنا بلي موينا بور اللي عندنا، بصح هذه القوانين لازم تعدل في أقرب الأجل ممكنة وذلك بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد. نعم، أعود إلى مراسلنا من ولاية سطيف، انقطعت المكالمة سنعود إليها، ربما أشار الأستاذ قبل قليل لأنه كنت أريد أن أسأل تفاصيل أخرى تتعلق ب قبل قليل كنت تحدثت عن العقار الصناعي وهو أيضا من المشاكل التي أيضا من الإشكاليات الكبرى التي تطرح، وهنا كنت أريد أن كنت أنتظر من مراسلنا في ولاية سطيف يعطينا على المنطقة الصناعية تاع ولاد صابر أيضا طالها الكثير. لأنه نعم. شوفي سطيف، أنا المعلومة أيضا المشاهد الكريم لأنه سطيف كان مشروع نعم. في الحكومة سلال الاثنين راح يديروا أول مدينة صناعية، ليست منطقة صناعية نعم. راح يديروا أول مدينة صناعية في الجزائر باعتبار أنه منطقة الشرق الجزائري بين البرج وبين سطيف ولات عاصمة الصناعة الإلكترونية، عاصمة قطب الصناعي، لأنه سطيف أيضا هي ثاني ولاية بعد الجزائر العاصمة، الإمكانيات المالية ثلث أو أكثر من نصف الكتلة النقدية الموجودة في الجزائر للدول في السوق السوداء هي الدول في سوق العلمة بين العلمة بين البرج بين سطيف، فلهذا تم يعني ليست استراتيجية وليس استشراف لكن كان راح ينجز، وتم رصد أيضا حجز وعاء عقاري مهم جدا بعد ذلك الولايات في هذا النقطة. ربما سأعود إلى مراسلنا من ولاية سطيف ثم أعطيك تفاصيل. أيضا أعود إليك زميلي حفيظ نعم. نحن نتحدث عن العقار الصناعي تحديدا على المنطقة الصناعية بولاد صابر، أيضا أعتقد أنه مدير صناعة المنجم الحالي بسطيف تم استدعائه من طرف قضية التحقيق، هل يمكن أن تعطينا تفاصيل في هذه القضية؟ نعم، وهو كذلك زميلتي المدير التنفيذي للصناعة الآن هو يعني في محل تحقيقات، وكذلك ولي الولاية الذي قبل يعني انتهاء العهدة نعم العهدة لديه 58 يعني قرار في الأقطار يعني تم إحالته للقضاء نعم. شكرا زميلي بوزيدي، كنت معنا من ولاية سطيف. إذا نعود إلى العقار الصناعي والإشكاليات الكبرى التي يطرحها خاصة في هذه المنطقة، منطقة ولاد صابر. أستاذ بطبيعة الحال أنا أقول بأنه الاستفادات يعني على مستوى للأسف الشديد، بأنه أنا أقول لك لتلخيص نوعا ما ولتبسيط المفهوم للمواطن البسيط، شوفي معضلة الجزائر قبل أن يكون معضلة الجزائر في بوتفليقة وحكوماته كانت معضلة الجزائر منذ قبل 20 سنة 30 سنة كانت معضلتها هي الولاد، عادة الولاد يعني يعينهم رئيس يعني رئيس الجمهورية مرسوم رئاس، الوالي لديه صلاحيات رئيس جمهور ورئيس جمهورية في قطاعه أو في ولايته، ثم الوالي عنده هو لديه الصفة التنفيذية، الوالي هو الآمر بالصرف على مستوى والمنتخب الولاية. يعني يوضع هو الذي يمضي الصفقات هو نعم. الذي يسند مقارنة بوزنه، يعني الوزير ليس لديه صلاحيات على الوالي، يعني نعم. الوالي يأخذ ولاية إذا صلح الوالي
صلحت الولاية، إذا فسد الوالي فزت الولاية. فلهذا دائما مشكلة العقار، الاستفادة من العقار، الاستفادة من الامتيازات، سواء كان هذا العقار صناعي فلاحي. احنا شاهدنا في ولاية العاصمة في وقت من الأوقات 5000 متر مربع نصف هكتار داتها كما نقولوا احنا في فيلم تاع ليوات مدام دليله، واحد داتها هذه دليله، مدام دليله هذه دات 5000 متر نصف هكتار باش دير صالون دو كوافور. يعني لا 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 لا, لا انا حرنا هذا المشروع. نعم. هذا من اجل 5000 متر مربع ليس مشروع، هذا مشروع تاع مصنع. نعم. ليس مشروع تاع صالون دو كوافور. يعني فينا انه شاهدنا بانه هل تلك المواطنه الجزائريه يعني لم تتحصل على مشروع اللي يستاهل انه تلك المساحه العقاريه. نعم. بطبيعة الحال لانه العقار في العاصمه هي التحايل، هي اساليب للتحايل اللي اخذ لاستنزاف هذا العقار. ليس فقط استنزاف، هي عمليه مفهوميه مركبه، لانه العقار في العاصمه هل تعلمين بانه المتر المربع يعني في المناطق ذات القيمه العقاريه العاليه راه يفوت 100 مليون المتر المربع، لما تستفيد به انت ب 1000 دينار جزائري، يعني عباره عن صفقه تتحصل يعني على 1000 متر مربع، ثروه طائله بطبيعه الحال. نعم. فلهذا اقول بانه مافيا العقار اللي اشتغلت من سطيف من كل ولاية الوطن في شتى القطاعات، شتى مختلف تلك العقاقير، هذه العقار الصناعي والعقار الفلاحي والعقار أيضا كل العقار أيضا المبني. أنا شاهدنا وأيضا الجزائر العاصمة أيضا هي أيضا عينة من تلك العينات، أقصى الجنوب أضرار ليكن في علمك، حتى الأجانب تم استفادتهم، الأمريكيين استفادوا أيضا من النقطة التي أشار إلى الكريم منى بالنسبة للجنوب، يعني هناك بطبيعة الحال تم استنزاف. إحنا نتكلم على أضرار أكثر من فرنسا. نعم. لكن أنا شاهدنا بأنه أجانب كاين ناس يعني معلومات راهي يتم تداولها، كاين ناس تحصلت على الهكتارات يعني واقع فيها يعني أمكنة يعني فيها ذهب، يعني نعم. ناس يدات يعني قطع ذهب الخام، يعني فيها مناجم تاع ذهب الخام. وأيضا كنت تكلموا على هذا النهب العقارات وكذا الذي مورس من طرف هذو الأشخاص هذوما، لازم نطالبوا بفتح تحقيق معمق على هذوما اللي بروموتور هذو اللي بناوا على أراضي فلاحية وين رجعوها خرجوها من الطابع الفلاحي تاعها ورجعوها قابله للبناء. هذه لازم هي قضيه قديمه يعني حمام ورث في النتيجه ايضا لازم السابق. فتح تحقيقات على مستوى البلديات، لازم نشوفوا البلديات اللي كانت تمنح يعني رخص الهدم وبالاخص رخص البناء، نشوفوا في اماكن ما كانش واحد اللي منحوا له رخص البناء، الناس المواطن يروح يدير طالب الكومودو هذيك تاع المطابقه تاع البنايات، نشوفوا حنايا واحد ان بروموتور يعطي له ار بلس 4 ولا ار بلس 5 ولا ار بلس 8، يعني هذا ضرب من الخيال، ويعني هذايا مازالنا يعني هذا بحد ذاته نعتبره فساد. وين المواطن باش يتحصل على شهاده المطابقه ولا تعطي له انت رخصه البناء يعني قانونيه ويروح يبني في داره ما تعطيها لوش. تم تجميدها على الكثير مستوى، على مستوى الكثير من البلديات رخصة البناء أستاذ كريم مونة، يعني ولكن يتم تسريح لها لبعض يعني بالمحاباة. ماش تتمد المواطن يعني هذا حقوق. احنا المشكل تاعنا في الجزائر، علاش أنا دائما أطالب بإرساء دورة القانون في ظل الشرعية القانونية. نعم. لأن الحق ولا في الجزائر حقك تروح تحوس على معرفة باش تدي حقك، هذه الطامة الكبرى، هذه الحقيقة المرة اللي أنا عايشينها في الجزائر. الحق ما لازم ليش أنا معرفة ولا وساطة باش ندي حقي، هذا حقي مكفول دستوريا مكفول قانونيا، كل حق راه معايا، العبد معاك الربي معاك والقانون معاك. لكن احنا الحقيقة المرة في الجزائر ولينا نحوسوا المحاباة والمعرفة باش تدي الحق تاعك. والآن جات يعني الفرصة، يعني الحمد لله لازم نفتحوا تحقيق في كل هذه البلديات هذه اللي ساهمت بطريقة أو بأخرى بمنح هذه العقارات للولات أو لغيرهم، يعني كانت تمد رخص البناء يعني في مناطق ما راهيش تاع رخصة بناء بتلك المعايير هذيك. إذا أنت في وسط تجمع يعني سكاني الناس بنية R plus 2 تتمد لواحد R plus 8 بأي حق أنت تمد له هذه الرخص؟ نعم. هذه راهي مخالفة القانون، نطالبوا يعني بتحقيقات. هنا في بلدية العاصمة راهي يعني مخالفات بالجملة. نعم. يعني ولات أنارشي، ولا واحد يروح عند المير يقول له نحب ندي نضم هذه القطعة، يقولوا ضمها، رغم هذيك القطعة هذيك اللي ضمها من المفروض أنها راح تكون طريق يعني راح تخفف الزحمة المروري. يعني ولينا عايشين في فوضى كبيرة.
هذا هو الوصف الأدق لما نعيشه. لازم الآن القضاء يتحرك وما يسكتش على كل هذه يعني المخالفات هنا وتحرك القضاء بالفعل في خاصة بعد الحراك. والتفاصيل عن هذا الموضوع أيضا يلتحق بنا الزميل توفيق عمري من ولاية قسنطينة. توفيق صباح الخير. إذا الموضوع لعادة القضايا النائمة المتعلقة مثلا بقضية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وتم استدعاء برلمانيين ورجال أعمال أيضا والكثير من الإداريين التنفيذيين، هل يمكن أن تضعنا في صورة هذه القضايا زميلي توفيق؟ نعم وسيلة، صباح الخير لك وكل ضيوف الحاضرين وكل مشاهدي قناة ميديا. فعلا قضية التحرر وقضية التحرر العدالة اليوم مست أيضا ولاية قسنطينة، قسنطينة التي شهدت العديد من التظاهرات الكبرى التي ضخت لها الملايير، وكانت من المفترض أن تجسد فيها مشاريع كثيرة لكنها لم تجسد على أرض الواقع. الجديد في هذه القضية أن الجهات القضائية المختصة كانت قد سحبت جوازات 14 شخصية، جوازات سفر 14 شخصية منها رجال أعمال وأغلب تقريبا مرقين عقاريين، لأننا في نفس السياق نتكلم على ما النهب العقار واستغلال النفوذ. وأيضا ما أريد أن أنويها إليه زميلتي وسيلة أن هذا سحب جوازات السفر جاءت كإجراءات احترازية، لأنه هؤلاء لديهم قروض بنكية ولم تكن ولديهم ضمانات حول هذه العقارات. هؤلاء أولاد برلمانيين أم رجال أعمال؟ فيهم زميلتي، نظرا تقريبا لسرية التحقيق، لأن الجهات القضائية لم تكشف عن هذه الأسماء بعد، ونظرا لسرية التحقيق فنحن أيضا لا نريد أن نخلط هذه الأوراق، أو على الأقل لا نريد المساس بشخص أو شخص آخر، على الأقل يتم التحقيق في. لكن عندما نتحدث مثلا عن قسنطينة عاصمة الثقافة العربية نتحدث عن الوزيرة السابقة خالدة تومي مثلا. فعلا المعلومات التي لدينا وهي معلومات جد مؤكدة، لكن هي تؤكد على أنه أغلب المشاريع التي تورط فيها هؤلاء هي مشاريع سلمت في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، فيها من تم فيها تضخيم الفواتير لهذه المشاريع. وأيضا أريد أن أؤكد أنه فيه مشاريع بمعنى يعني بمعنى منحت أموالها لبعض المرقين العقاريين وبعض المقاولاتيين، لكنهم لم يجسدوها على أرض الواقع. ونحن الآن بصدد تحقيق في مثل هكذا مشاريع على الأقل لنكشف على أسماء هؤلاء المتورطين. وأريد أيضا أن أنويها وسيلة، هذه الأيام في قسنطينة المواطنون، كثير من المواطنين تحرروا وأودعوا شكاوى لدى الجهات القضائية مما يعني بما لديهم من مشاكل مع المرقين العقاريين. يعني الحراك حررهم من أجل التحدث عن هذه القضايا المسكوت عنها يعني. فعلا لأنه الآن قسنطينة وهي مؤكدة عاصمة الشرق الجزائري، تقريبا هي من عاصم أو من المدن التي كانت قد استفادت من مشاريع ضخمة، وأيضا من بعض الولاد السابقين. أيضا نريد أن ننوه أنه فيه والي من الولاد السابقين سيتم الكشف عنه لاحقا، كان قد تورط في بعض المشاريع، وكانت هذه المشاريع قبل مشروع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. هناك أيضا تم استدعاء أميار من أجل قضايا يعني مجهرية، يعني مثلا التزوير وغيرها. فعلا ما لدينا هو فيه يعني رئيسا بلدية، بمعنى أنه رئيسا مجلسان بلديان تم أيضا سحب جوازات سفرهم على أساس تواطئهم، وبمعنى أنهم كانت لهم يد في أو كانوا متواطئين في منح هذه العقارات لغير أهلها من هؤلاء من رجال الأعمال. وأيضا هؤلاء رجال الأعمال الآن تقريبا، وكنا قد لاحظنا أنهم
لم يخرجوا من تقريبا من منذ اسبوعين من اقاليم قسنطينة، بمعنى لم يسافروا خارج الوطن. وهذا تقريبا حسب ما اطلعنا عليه وحسب اتصالاتنا بالجهات القضائية انه فيه شخصيات اخرى ستستدعى للتحقيق، لان القضية لا تتعلق ب 14 شخصية وانما في اسماء كثيرة سيكشف عنها في الايام القادمة. زميلي توفيق عمري مراسل قناة نوميديا تي في من ولاية قسنطينة، شكرا على هذه التوضيحات. اذا ربما اعطيك الكلمة استاذ كريم مونة، على ضوء ما تحدث مراسلنا من قسنطينة، تحدث على الاستعمال المزور ربما الاميار، ربما يبدو شيء صغير يعني، لكن رغم انه الاميار يعني انتهت عهداتهم لكن عادوا الى الواجهة بالتقادم. اذا كيف يمكن التعامل مع هذه القضية؟ يعني العدالة كيف تتعامل مع القضية؟ أنا طالما وصفت المجالس المحلية يعني مصدر التزوير وآلة للتزوير، نعم، سواء في الانتخابات أو في أشياء أخرى، نعم. أنا وين نشوف كانوا يتلاعبوا بالقانون، وين أميار يعني ضربوا بعرض الحائط كل قوانين الجمهورية، ويعني رماوا كل الثقة اللي وضعها فيهم الشعب، مع الأخر تلاعبوا بالشعب هذا وعفسوا على القانون. إذن اليوم لازم يتحاسبوا، نعم. ما لازمش كيف تتعامل مع العدالة؟ يعني ربما إمضاء مزور، ورقة مستند مزور، رغم أن العهدات انتهت وخرجوا من هذه البلدية، لكن يبقى يعني مع فتح هذه القضايا، يعني العدالة كيف تتعامل يعني معها في هذا الشق القانوني يا أستاذ؟ الشق القانوني أنه يمثل ويتابع بجرح التزوير واستعمال مزور أو التزوير، وإذا استعمل تلك الوثيقة والاستعمال مزور ويأخذ العقوبة تاعو المنصوصة في قانون العقوبات. نعم. هذا هو الأصل. الأصل أن أي واحد يغلط أو يخالف القانون لازم يتحاسب، هذه هي دولة القانون. ما بقاش دوك واحد إذا كبيرنا يعني يخرق القانون لا يعاقب، وضعيفنا يعاقب ويطبق عليه القانون. هذه ما هيش دولة قانون، لكن دولة القانون أن الضعيف والقوي يكونون سواسية أمام القانون. نعم. هذه هي من المواطن البسيط إلى غاية رئيس الجمهورية. من غدوة هذه الثقة اللي راح تكون ما بين الرئيس والمرؤوس، نعم. الحلقة يعني المفقودة يعني ما بين الفئتين، وين شفنا الحاكم والمحكوم هو الشعب، يعني راحت هذيك الثقة هذيك. لكن الثقة راح تكون راح تولي مع الأيام، ما نقولوش ولات، راح تولي بالشفافية في التسيير، بمكافحة الفساد، نعم. وين نشوفوا الناس ما تبقاش تقول ما لا تفعل، يعني تقول وتفعل في الميدان. احنا ولينا نشوفوا الناس ولات الوعود الكاذبة، وفي الميدان الناس يعني يندى الجبين. يعني نشوفوا احنا إذا حبينا احنا نروح بمصاف الدول المتقدمة، كيفاش احنا عندنا كل الموارد البشرية، عندنا الموارد المادية، وربي اعطانا الموارد الطبيعية اللي ما يش ممنوحة لأي بلدان منها البلدان هذه المتقدمة، وتم استنزافها وتبديدها بشكل كبير. نشوف الواقع تاعنا، بعض البلدان الإفريقية خير منا. صحيح. في هذه النقطة ربطا على ما قاله المراسل من ولاية قسنطينة، تحدث أشار إلى التظاهرات الثقافية أيضا، حتى الثقافة طالها فساد كبير. تحدث عن قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وأيضا هناك تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، يعني حتى مسألة أشير هنا إلى التضخيم الفواطر، مثلا كراء خيمة يستدعي أموال طائلة. نعم، بطبيعة الحال شوفي أنا أقول لك، قطاع الثقافة وفي وقت من الأوقات أنا أيضا الوزيرة السابقة خليدة تومي قلت أيضا من كوارث هذه الجزائر أنه تلك الوزارة التي هي ترأستها لمدة أكثر من 12 سنة، كل المشاريع اللي أسرفت عليها وزارة الثقافة، حتى من مهرجان بان أفريكا، عاصمة سنة الجزائر في باريس، واحد يعني المشاريع كانت توحد لديها المبالغ، ميزانية خاصة يعني، وكان لديها، وكانت هي الطفلة المدللة لدى بوتفليقة التي كان يغدق عليها من الخزينة المال العام، يعني بأظرفة مالية تكاد يعني لا تصدق، خيالية. نعم. عاصمة الثقافة العربية والثقافة الإسلامية كانت أكبر فضائح لصرف ولنهب المال العام بطريقة خيالية جدا. أنا شفت أنه عاصمة الثقافة العربية قسنطينة
قبل أن أحكي على الخيمة اللي تكلفت 20 مليار في عاصمة الثقافة الإسلامية تلمسان اللي نصبها فقط نصبها تكلف أكثر من 20 مليار سنتيم. بعد حتى من الذي كشف القضية تم تنحيته من منصبه. بطبيعة الحال وهي القضية الآن بين الوالي نوري سابقا اللي كان في ولاية تلمسان وبين الوزيرة خالدة تومي اللي كان ما بيناتهم صراع كبير. كان هناك صراع كبير. اللي الحق حتى للرئيس السابق المستقيل عبد العزيز بوتفليقة آنذاك. عاصمة الثقافة أيضا العربية قسنطينة نصف المشاريع لم ينجز. صحيح. أنا في وقت من الأوقات تم كنت رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماري الجزائريين تم مراسلتي من طرف الحكومة الجزائرية لكي أمضي اعتمادات لمكاتب دراسات أجنبية جاءت لحصد الكثير من المشاريع في قسنطينة من ضمنها الترميم لمختلف لأنه أيضا قسنطينة فيها الكثير ترميم يعني الكثير من المرافق مثلا قصر الباي القصبة قسنطينة أيضا استقدمت أيضا خالدة تومي مكاتب دراسات من أجل تصميم الكثير من المشاريع التي لم أجنبية. توجد أصلا كما قال مراسلكم اللي قاموا لأنه رفضنا رفضا تاما لأنه الأجنبي لا يحق له ممارسة مهنة أو التصميم والهندسة المعمارية في الجزائر. بعد ذلك لقاوا مخرج على مستوى الحكومة وأصدرت الحكومة مجلس الحكومة برئاسة السلال أمرا بمخالصة المخالصة المالية لتلك المكاتب الدراسة ولتلك المقاولات التي لم تنجز تلك المشاريع وأخذت الدراهم وراحت وبالعملة الصعبة دون الاعتمادات. هذا الأمر اللي جعلنا في وقت من الأوقات نطرح العديد من علامات الاستفهام لأنه كما يقال كان التواطؤ على جميع الأصعدة سواء محليا سواء مركزيا. وهذا الأمر اللي نقوله دائما ليس فقط أنه خبز الدار يأكله البراني لكن الآن خبز الدار يسرقه البراني ما يسرقوش ولد الدار. هذا الأمر الذي تفاقم آنذاك ولم يجرؤ أحد بالرغم أنه أشرنا وكان لدينا الذي يتحدث يتم إزاحته من منصبه لا بكل لأنه سهولة. لما يصل الأمر إلى رئيس الجهاز التنفيذي في الدولة اللي هو رئيس الحكومة أو الوزير الأول هذا الأمر وبقرار من الحكومة في مجلس الحكومة أنه يتم وتقول لهم بأنه هذا المشروع لم ينجز لماذا أنا نخلص دراسة أكثر من الإنجاز. هذا الأمر غير معقول يعني وصلت لواحد الأمور أنه التبديل ظاهر التبديل المال العام وصلنا في وقت أصبح قانون يعني بطبيعة الحال وصلنا في وقت صفقة من صفقات جبنا صفقة زر ما يسمى لبوتان هذاك البريس دو كورون اللي يسوى 100 دينار جزائري تم فوترته بمليون دينار جزائري. هذا مليون يعني 100 مليون هذا الأمر في صفقة وتمت المخالصة المالية لتلك المقاولات. هذا الأمر ماذا تقول إذا كان حاميها حرميها؟ هنا المشكل مش هو الشعب. إذا كانت الدعوة العمومية لا تتحرك والأستاذ موجود في وقت من الأوقات تمت عليه القانون اللي كانت تحرك من أجل يعني من تبليغ حتى في وسيلة عمومية مثل قناة نوميديا تتحرك النيابة العامة بعد ذلك تم قصرا تقصير ذلك الدعوة لا تتحرك الدعوة إلا إذا كان هناك طرفا متضررا قام برفع الشكوى. هذا الأمر كانت نية مبيتة بأنه من سن تلك القوانين كان هو السراق الأول. طيب. هذا الأمر اللي خلانا بأنه استشرى الفساد بطريقة في الصفقة العمومية في العقار في كل دواليب الدولة وفي كل مفاصل الدولة. هذا الأمر اللي يقول أنا بأنه حتى النية الحسنة إن كانت متوفرة الآن أخت وسيلة أنا أقول يجبها وقت كبير ويجبها أكثر من 48 مجلس قضاء تاع لمختلف الطرف الوطني ويا ربي على 10 سنوات إذا استطعنا حقيقة إرساء ما قاله وغربلة الأستاذ كريمونة نظام الفوترة والتضخيم هذا يعني الخرافي للفواتير الناس كانت التضخيم بالعملة الصعبة هذا وش استنزف الخزينة العمومية يروح يشري نارتيك اللي يسوى 1 أورو يروح يفاكتوريه بسانك أورو وملتيبليش شحال يجيب تمتين فاتورة اللي تستقاملو نقولوا 20,000 أورو هو يفوترها بملايين يعني تاع الأورو يعني هذا استنزاف تاع الخزينة العمومية. هذا وش كان صاري في الجزائر هربوا العملة الصعبة بهذا الشيء نعم. وحتى الثراء تاعهم جاء من هذا الثراء يعني وين نتسألوا لازم احنا نطبقوا دوك من أين لك هذا باش تسقم هذه البلاد هذه لازم الناس يعني دوك ولينا احنا امام يعني الفئويه كاين دي سوبر الجيريان وكاين دي زالجيريان لي فئه عامه الشعب يعني عامه الشعب ما ولاش يعني عامه الشعب عندنا دي سوبر الجيريان بعد عندنا جزائري صنف ثالث والصنف الرابع ولا يعني كيما البلدان العالم الاول والعالم الثالث كاين عالم ثاني كل بيناتهم. هذا واش صار احنا في المجتمع الجزائري
يعني وهذه حقيقة مرة. إذا لازم العدالة هذه كما قال لازم النيابة تتحرك من تلقاء نفسها وهذا هو الأصل. يعني حان وقت كي تتحرك، لأنه مثلا قضية طريق السيار ولا قضية سوناطراك والقضية الكثير من القضايا لم تتحرك على المستوى الجزائري، لكن من طرف أيضا الصحافة الأجنبية يعني حتى تحركت العدالة. أستاذ، هل تعتقد الآن وصلنا إلى مرحلة يمكن تحريك هذه الدعاوى بكل شفافية وبدون عدالة الهاتف أيضا؟ احنا ضد عدالة الهاتف، لأن إذا بقينا في عدالة الهاتف ما هيش عدالة. هذه العدالة اللي لازم تكون تسري وفق ما يمليه الضمير، هذه هي العدالة، وفق قوانين الجمهورية، هذه هي العدالة. العدالة التي يطمح إليها ونطمح إليها جميعا كشعب جزائري أنها تكون يعني كما سبق وقلت أنها ما تدير حتى تفرقة من المواطن البسيط لرئيس الجمهورية. هذه العدالة التي ننشدها في ظل الشرعية القانونية. أعود إليك الأستاذ كريم مونة، لأنه يلتحق بنا مرسلنا من وهران ياسين حسين. ياسين صباح الخير. ربما من بين القضايا الطريفة أيضا هي التي حركتها النيابة في ولاية وهران هو تضخيم فواتير اصطياد الكلاب الضالة في بلدية الكربة، يعني حتى التضخيم في هذه المسألة وجرت معها 14 متورطا. زميلي ياسين. نعم زميلتي وسيلة، صباح الخير. صباح الخير لجميع مشاهدي قناة نوميديا. نعم، وهران، النيابة، القضاء في وهران فتح مجموعة من التحقيقات قبل رمضان المبارك. مجموعة التحقيقات هذه في البداية مست رئيس بلدية بلجير بوهران قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت، هو وبعض الشخصيات كذلك في البلدية والأمين العام لبلدية بلجير. ثم انتقلت العملية إلى عملية التحقيقات، انتقلت إلى رئيس بلدية الكرمة والذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتهم تبديد أموال عمومية مخالفة التشريع وكذلك في منح الصفقات والتزوير. نعم. وللإشارة فإن مصالح الشرطة أوقفت رئيس بلدية الكرمة وزوجته السابقة وستة مقاولين والأمين العام للبلدية في بداية الشهر الحالي. كما قامت الشرطة كذلك في التحقيق معهم في قضية تسديد رئيس البلدية لجمعية أموال مقابل حملة إبادة الكلاب الضالة. هي نعم ممكن أن نقول بأنها قضية طريفة أثارت الرأي العام نوعا ما في وهران، استغرب الجميع كيف أن يتم إبادة الكلاب بمبلغ قدر ب 900 مليون سنتيم لتجر معها 4 ملايير. يعني 900 مليون. 900 مليون. من أجل إبادة الكلاب الضالة. من أجل إبادة الكلاب الضالة، وهو الموضوع الذي سبق وأن رفع بشأنه المنتخبون دعوى قضائية في السنة الفارطة، ولكن حتى هذه السنة مع بداية التحقيقات مع بداية محاربة الفساد تحرك القضاء وتحركت مصالح الشرطة والدرك الوطني. وبالنسبة لقضية ديوان القمح أيضا لويسيا، أيضا أعتقد أن هناك قضايا فساد تتعلق بهذا الأمر، يعني ميناء وهران. نعم. أيضا نعم، فيه قضايا فساد مصالح الشرطة بالتنسيق مع مصالح الدرك يحققون في القضية، كذلك ستجور شخصيات أخرى من الولايات المجاورة للغرب الجزائري على سبيل المثال عين تيموشنت حمام بوحجر، فيه أن العمال بميناء وهران فيه عمال يقطنون بعين تيموشنت، يقطنون بحمام بوحجر، يقطنون ببعض الولايات المجاورة، لأن ولاية وهران قطب اقتصادي هام، عاصمة الغرب. نعم. الجزائري. نعم نعم تفضل. يعني كنا نتحدث قبل قليل على حمام بوحجر، يعني هناك تم الاستماع إلى 49 من الإطارات في وموظفين بكل من تعاونية الحبوب بحمام بوحجر في تيموشنت، وأيضا إلى جانب اتحادية الحبوب بوهران أيضا. نعم زميلتي وسيلة، يتم التحقيق، إلى حد الآن لم تردنا معلومات كبيرة حول هذه القضية، لا
لأن فيها نوعا ما تستر حول التحقيق. حين سيتم استكمال التحقيقات ستكون لدينا إضافة إن شاء الله في هذا الموضوع. إذن زميلي ياسين حسين من ولاية وهران مراسلنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتوضيحات. إذن أستاذ جمال شرفي، كيف تعلق على هذه القضية، قضية الكلاب الضالة التي كلفت 900 مليون يعني. أنا أقول بأنه وهران بالذات يعني كولاية، هذه القضية هي عبارة عن حبة الكرز فوق الكعكة، يعني بالنسبة إلي هي راح تكون مفتاح. وهران بالذات عبارة عن موانئ جافة لكل المسؤولين النافذين في النظام البوتفليقي، كانت لديهم موانئ جافة. يعني إشكالية تتعلق بطبيعة العقار. وهران هي فضيحة عقار مصنع بيجو. وهران هي أيضا فضيحة أيضا مصنع رونو للعقار. هي إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية عقاريا دون تلك التصاريح. وهران هي عبارة عن مدينة جديدة تسمى تليلات، كيف نهب فيها العقار بطريقة خيالية. وهران هي احتياطات عقارية للترقيات العقارية على الواجهة البحرية لوهران، من استفاد منها إلا مافيا العقار. الآن وهران هي تشكيلة وتركيبة أخرى، هي واجهة خلفية للنظام، هذا النظام البائس اللي كان موجود. وهران لو فتح الباب على مصراعيه أيضا حتى في من خلال الصفقات العمومية ستكون كارثة مثل ولاية الوطن أو أكثر بكثير. فلهذا أقول بأنه إذا تم البزنس في هذه القضية لا تبدو بطبيعة الحال هي عبارة باقي القضايا. وهران ستورط كل ولات مروا عليها لبعد ذلك تم ترقيتهم إلى مصف وزراء. فلهذا أقول بأنه الفساد إذا كانت نية حسنة تتوفر الإرادة السياسية، تتوفر الاستقلالية للقضاء، وتتوفر الإمكانيات البشرية والإمكانيات المدنية، أنا أقول بأنه سيكون هناك وجه آخر. حتى من أقصى شرق البلاد في تبسة البارح القاضي التحقيق يأمر بإيداع 10 من بين مكاتب دراسات بين مقاولات شاركوا في تبديد أكثر من 720 مليار لحماية المدينة من الفيضانات. وأنت تتذكرين والمشاهد يتذكر السبتمبر الأسود اللي فاضت المدينة وما عرفوش السبب، وكان لأول مرة في تاريخ تلك الولاية تصب الأمطار تنزل الأمطار. بعد ذلك اتضح أنه من خلال تحقيقات أنه تم بيع الوديان وضفافها وقلب الوديان من أجل إنجاز ترقية عقارية، يعني اعتدينا حتى على حق الطبيعة بطبيعة الحال. وبالعكس ونروح نزلنا خلصنا مكاتب دراسات، تم الدفع إلى مكاتب دراسات إلى مقاولات من أجل حماية المدينة من الفيضان والمدينة فاضت. نأتي إلى أعلى الجبل ونقوم بإنجاز سدود ترابية لا نعلم كيف، ويعني حسب أي دراسة. بعد ذلك لقينا بأن الأمر متشابك جدا، القاضي يعني وليس بالمختص ولقى بأن الوضع كارثي، يعني وتحركت عجلة العدالة على مستوى تلك الولاية وتم إيداع من ضمن 70 أو 72 المدعوون إلى قضية واحدة في قطاع الري، أنه أكثر من 10 تم إيداعهم الحبس الاحتياطي البارحة. وهذا الأمر فتح باب أيضا التحقيق في كل مشاريع الصفقات العمومية. كل يوم نسمع يعني دخول العشرات واستدعتهم النيابة العامة يعني بشكل الطرق الطرق ومن ضمنهم أيضا قضية طريق السيارة شرق غرب أو ما يسمى سرق نهب. هذا الطريق الذي لما وشفنا في تيار على الكثير من القنوات أو ما يسمى القطعة الأخيرة من هذا الطريق التي لم تنتهي اللي تربط حتى إلى مركز الحدودي راستبول يعني في ولاية الطارف. هذا الأمر اللي شهدنا بأنه عملية غش، عملية أتربة يعني فوق التراب. هو أغلى طريق سيار في العالم. طريق سيار يعني كاين ضحايا من المواطنين اللي تسببت جرأة هذا الطريق سيار. أيضا مش حبيت نقول رغم أنه كلف الكثير نقول ونشجعوا هذه في إطار مكافحة الفساد، هذه لإحقاق الحق لاستعادة أموال الشعب، الأراضي هذه هي ملك للشعب وللدولة الجزائرية. كيف نحقق آلية وقاية من الفساد؟ لدينا ترسانة من القوانين الأستاذ كريمونا، ترسانة قانونية كاينة صح. نعم. لازمنا ثاني الذهنيات اللي قلنا احنا نحبوا بلادنا، لأن مثلا هذا المير هذا اللي كان مواطن ما كانش مسؤول، ما ولدش مسؤول، كان مواطن تاخب عليه. نعم.
لازم نعاودوا يعني في الآليات مثلا. لكن لدينا مشكلة هو عندك لكن لا لا نعم تتحدث عن منتخب في النهاية المنتخب ليس لديه صلاحيات مقارنة بوجود والي بمرسوم رئاسي أيضا. بين قوسين نعم. باك نحكي لكم هذه في إحدى بلديات هنا في الجزائر العاصمة أنيلو يعني منتخب دار ملاحظات لرئيس بلدية قالوا انت راك دير مداولات ماكش تنشرها راك ديرها منك المخالفات لك ديرهم احنا انتخبنا الشعب اخدم الشعب. قالوا انت اصلا انت لاباس بيك عندكم مصانع عندكم كذا واش جيت تقاحرني في البلدية هنايا يعني باش تشوفوا يعني العقلية ولا نعم. الهدف انه يدخلوا البلديات باش ينهبوا البلديات باش ينهبوا انا نسميها مش ينهب البلدية رام ينهبوا اموال الشعب. إذن لازم استرجاع أموال الشعب ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر يعني ما من المسؤولين من القدام سواء كان يعني رئيس بلدية أو رئيس دائرة أو والي أو وزير مهما كانت صفته حتى رئيس جمهورية رئيس وزير أول لازم يدي والعبرة ما همش مستثنيين باش يتعاقبوا لا يمتثلوا أمام العدالة. طيب بمناسبة الحديث أستاذ كريم منى بمناسبة الحديث عن المنتخبين وأيضا عن الصفقات العمومية قانونية هل هناك مثلا قانون يحدد شروط صارمة تتعلق مثلا بترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي حتى يشرف على إبرام الصفقات البلدية مثلا ويعني الذين يتمتعون بالكفاءة حتى لا يتم إهدار المال العام يعني. أنا وش قلت أنا ما من قبل ناديت والتمست باش يكون قانون خاص نعم. وين ديروا شروط الترشح نعم. ماشي من هب ودب يترشح يعني يسير يعني غير مصالح موجود الشعب مصالح الأمة هدية هذا القانون غير موجود أستاذ كريم غير موجود مثلا حنا نشوفوا يعني رؤساء بلديات ما عندهم حتى مستوى هادو اللي داو شهادة التعليم الابتدائي راهم عندهم مستوى خير منهم حتى اللي راهم في البرلمان انا هنيتهم قلت لهم اليوم راكم عندكم مستوى اللي داو 5 قلت لهم اليوم عندكم مستوى خير من مسؤولين في البلديات وفي الفلابيان بصح لازم نعاودوا الاعتبار يعني ونشوفوا يعني القوانين هذه لازم تحدث في اقرب الاجال يعني في الانتخابات الجايه لازم نسقفوا يعني النيفو ما كانش بار اكزومبل رئيس بلديه ما يكونش تحت مثلا عنده ليسونس نعم. اعضاء المنتخبين اذا حبوا يكونوا كاعضاء في المجلس الشعبي البلدي يكون عندهم النيفو باك لازم طيب. نحطوا يعني معايير مثلا ممثل الشعب انت ممثل الشعب في المجلس الوطني الشعبي راك انت سلطه تشريعيه وما تعرفش ما تفرقش ما بين قانون عادي وقانون عضوي هاي طمة كبرى هذه لازم يكون مستوى ما كانش لازم ديروا مستوى جامعي باش للولوج اللي نحن سيد كريمونا يعني الموضوع يحتاج إلى كثير من النقاش والوقت لا يسمح لنا نحن بحاجة إلى دولة القانون ستبنى مع الوقت خاصة بعد حراك 22 فبراير أستاذ كريمونا ناشط ومحامي شكرا جزيلا على تشريفنا في عين على الحدث مع الوقت وتغيير الذهنية تغيير الذهنية طيب نعم. عن الاستثمار في العامل البشري أيضا أستاذ جمال شرفي محلل سياسي وناشط أيضا شكرا جزيلا على تشريفنا في عين على الحدث مشاهدينا ألقاكم بخير إلى اللقاء